طيب انا لو شفت نفسي بحاول اكتب بس مش قادره، في صعوبه ان انا اكتب. حلو، ده توبه، توبه من امر انت معتداه. يعني الواحد مثلا مقصر في صلاه، مقصر مثلا في اي حاجه، فالكتابه بتعثر ده معناها التوبه عن هذا. خلاص الواحد هيرجع لصوابه، ولكن بيكتب بسرعه كده، هي في الاول بتبقى صعبه عشان لكن كده. بيكتب بقى بسرعه كده وبشكل جميل وبتاع. لا ده انت مصر على انك تبقى ملاوع.